إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتواجدوا بضواحي قلعة السراغناوي بالضبط بجماعة الشعراء، جماعة الشعراء للدورة العادية ديالها كتأجل لعدة مرات. هنا اليوم تحت التعليمات ديال العامل صاحب الجلالة اللي كانت اليوم بحضور السلطات المحلية، دازت الدورة العادية اللي حضروها مجموعة من الساكنة ديال الجماعة. فنشوفوا الساكنة يعني والانتظارات ديالهم بعد الانتخابات التشريعية، شنو استنتجوا من الدورة اليوم ومن طبعا المنتخبين الناس اللي صوتوا عليهم، علاش تأجلت الدورة لعدة مرات ربما للمرة الثالثة عاد كتقام هذه الدورة بعد التعليمات ديال السيد العامل. فنشوفوا الساكنة ردات الفعل ديالهم. تفضلوا معنا انتم مباشرة على قناة شوف تيفي، حضرتوا معنا اليوم الدورة العادية ديال المجلس الجماعي اللي تأجلت عدة مرات. طبعا انتم كساكنة شنو هي الانتظارات ديالكم اللي انتظرتوا من المنتخبين؟ علاش تأجلت؟ شنو هي الأصداء اللي وصلتكم بسبب التأجيل هذا؟ واليوم كيف جاتكم الدورة يعني اللي كانت واحد المبلغ ديال الفائض ربما حضرنا جميع ليه اللي مشى الأولويات وهو الماء الصالح للشرب اللي كيعاني منه الإقليم بقلة الماء؟ تفضل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكروا الحضور ديالكم كوسائل الإعلام، وكنشكروا الأعضاء اللي ساندوا السكان وضحاوا من أجل أنهم يبلغوا الرسالة ديال السكان اللي كيعانيوا كما كتعرفوا من العديد من المشاكل ومن العديد من الإقصاءات اللي واكبت الخمس سنين اللي فاتت، اللي كانت الجامعة كتعرف واحد التهميش واحد إقصاء واحد يعني جميع الأنواع ديال الفساد كانت في الجامعة طيلة الخمس سنوات اللي ما شافوش السكان كمشاريع حتى شي حاجة. وكيف ما عرفتوا جات من بعد هاد الخمس سنين صراعات كبيرة باش تكون أغلبية المعارضة، صراعات اللي أدت بأنه الأغلبية تكونات وأغلبية حاكمة وأقلية مسيرة. وكما كما كتعرفوا بأنه تأجلات أكثر من جوج مرات، وهي أصلا تبرمجات يوم الخميس، هذه سابقة في التاريخ بأنه كتبرمج يوم الخميس جوج مرات لأنه كيوازي السوق الأسبوعي باش ما يحضروش الناس وما يطلعوش على هذا الشيء اللي كاين. أو ثاني نقطة كان كتوضيح هذا، وكنشكروا الأغلبية لأنه برمجات واحد العديد ديال المشاريع اللي المنطقة خاصة وعلى رأسها الماء من الأولويات، لأنه كنعاني منه سنين هذه وكنغوتوا على الماء، واليوم تبرمجوا هذه المشاريع بفضل التضافر ديال الجهود لا ديال الساكنة ولا ديال الأعضاء اللي في الأغلبية اللي كنشكرهم من هذا المنبر. ومن هذا المنبر كنطالبوا بأنه أتسرع هاد الإجراءات ديال هاد التنفيذ ديال هاد المشاريع، لأنه ما بيناش الناس والساكنة الترهن وسط هاد الصراع اللي كاين هنا في الجامعة ديال الأقلية اللي كتسير وكتحاول تعطل المشاريع وشد أنواع التعطيلات والتحايل على القانون، بصفة التحايل على القانون. لاحظنا هذا مرارا وتكرارا. احنا شفنا اليوم في الصباح ما وصلنا بعض المصادر أنه الأغلبية ولات في المعارضة. في الفعل كنهضر لك على الأغلبية، بأنه بعد تكوين ديال المجلس صبحت الأغلبية هي المعارضة، صبحت الأقلية هي اللي فيها الرئيس وكيسيروا، وقع واحد الصراع، والصراع شكون المتضرر منه هو المواطن. يعني حنا هاد الناس يتحملوا المسؤولية ديالهم سواء المعارضة سواء الأغلبية باش ينفذوا هاد المشاريع وباش الدورات الجاية وداك الشيء، حيت المنطقة كتعرف واحد النقص ديال شح ديال الماء في دواوير، باقي الآن المشكلة ديال الماء باقي ما تعالجتش، دواوير كثيرة خاصها الماء، كاين الطرقان ما كاينينش، كاين اقسام ديال التعليم الاولي ما كايناش. وحنا كنتسائلوا ما هو موقع جماعه الشعراء داخل المنظومه ديال النموذج التنموي الجديد، وداخل الشعارات اللي كتبث على وسائل الاعلام من اعلى السلطات بالدوله الاجتماعيه بالمشاريع اللي كتحمي المواطنين وجميع السكان والتنميه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه. حنا من هذا المنبر هذا كنتسائلوا سواء وهاد الدور هذا كتسائلوا الموقع ديال الجماعه واش الدور اللي يمكن تقوم به داخل هاد المنظومه باش تساير الوكب ديال
التطور ديال اللي كي غادي في المغرب. اليوم تم التصويت على عدة مشاريع اللي هو كانت في واحد المبلغ ديال الفائض ديال الجماعة، واللي ربما جل هاد المشاريع هذه مشات الماء الصالح للشرب. بالنسبة للماء الصالح للشرب، انتم كسكان الجماعة كيفاش كتعيشوا في هذه الظرفية هذه؟ اللي كنعرفوا ان الاقليم تيعرف نقص في المياه الصالح للشرب، تنعرفوا ان هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، فنطلبوا الله ان شاء الله يرحمنا بالامطار ديالو. كنعرفوا ان الماء عندنا مشكل ديال الماء بالنسبه للاقليم. كيفاش كتعيش جماعه الشعراء في هذا المشكل، من ناحيه هذا المشكل هذا ديال الماء؟ وبالفعل كاين بالنسبه للعوامل ديال الشح ديال الماء، منها ما هو طبيعي قله التساقطات، ولكن اللي زاد الطين بله هو انه المسؤولين ما خدوش المسؤوليه ديالهم على عاتقهم بانه يوفروا لهاد الناس اجراءات استباقيه، يحفروا ابار الدواوير اللي ما عندهمش الماء. يعني مسؤوليه ابرز كاينه على المسؤولين وهي متراكمه منذ سنوات. يعني احنا هذا المشكل هذا عويص جدا كتعاني منه هذه المنطقه، وخاصه واحد الوقت باش يحيدوا. يعني بالنسبه للفائض، هذا الفائض هو نتيجه ديال سنوات فارطه، يعني ماشي شي فائض كثير، ولكن منه هو الاقل رغم قلته استطاعوا بانه المهم بعض المناطق في انتظار دورات اخرى اللي غتكون ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. شكرا لك، تفضل معنا. شكرا سيدي، اخوي، تفضل معنا. اذا مشاهدينا، لازلنا في هذا المباشر مع ساكنه جماعه الشعراء، طبعا كما شفتوا معنا بعد تاجيل الدوره العاديه.